امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت، والابرز ان الحكومه استعرضت نشاطها الاسبوعي في انفوجراف، وكمان الحكومه نفت وجود نقص في الادويه والمستلزمات الطبيه في المستشفيات الحكوميه، واخبار تانيه كتير هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح كان أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 20 ولحد 26 أغسطس. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة إن الأخبار المنتشرة بخصوص وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية هو خبر غير صحيح نهائياً، وشددت الحكومة على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء في المستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وإن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن في كل المستشفيات، وإنه في متابعة مستمرة لموقف توافرها وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج. أيضاً أكدت الحكومة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، خصوصاً في المحافل الدولية، والسعي لجذب الشركات الدولية لتوطين مشروعاتها في مصر، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المؤهلة صناعياً والمناطق ذات الطبيعة الخاصة. الحقيقة احنا عندنا مخزون استراتيجي آمن، وفي الحقيقة يمكن شفنا كمان فترة كورونا مخزون استراتيجي آمن أكيد من الأدوية يعني، وأكيد احنا شفنا فترة كورونا إن احنا كان عندنا كل حاجة متوفرة، يمكن العالم كله كان بيعاني من نقص شديد في يمكن السلع والأدوية وكل حاجة، احنا في مصر كان عندنا مخزون استراتيجي آمن، وكمان الدولة المصرية دايما بتحرص على إن هم يتأكدوا إن توافر هذه السلع لشهور كمان جاية. يا شاذلي احنا عندنا حاجة كويسة جدا يا بسنت اسمها هيئة الشراء الموحد. الهيئة دي تم إنشائها بقانون تتبع، طبعا هي هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية بتتبع رئيس الوزراء، تم إنشائها بقانون 151 لسنة 2019. مهمتها الأساسية ايه؟ مهمتها الأساسية ان هي توفر كل الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للحكومة. مفيش دواء ولا أي حاجة من المستلزمات الطبية مش متوفرة، حتى المبادرات الرئاسية المعنية بصحة المصريين، المبادرات الطبية اللي بتتعمل كل الأدوية بتاعتها موجودة، زي ما كانت بسنت بتقول في أزمة كورونا الأدوية كلها كانت متوفرة وموجودة، ونفتكر بس إن إحنا اللي جرينا اشترينا أدوية وخزناها ورجعنا بعد كده مش عارفين نوديها فين، لكن كل الحاجات دي موجودة ومتوفرة في ظل أنه كان في أزمة بالفعل في دول كتيرة جدا في المستلزمات الطبية. وخير دليل على الكلام اللي بقوله لحضراتكم أن أنتم ممكن تنزلوا، يعني هل حد فيكم داخل مستشفى وبيسأل على دواء أو بيسأل على حاجة من المستلزمات الطبية وملهاش موجودة؟ هو ده المعيار الحقيقي، أن الناس تنزل بنفسها وما تروجش لمثل هذه الشائعات. والجميل قوي أن دايما في متابعة مستمرة للموقف، فده بيأكد أنه يعني إن شاء الله إن شاء الله المخزون ده هيبقى موجود معانا كمان لشهور جاية كتير، وزي ما أنت قلت يمكن حتى لو إحنا لقينا دواء معين مش موجود دايما بيكون فيه البديل ليه، صعب قوي أنك تلاقي حاجة مش موجودة. خلونا نروح دلوقتي في جولة بقى للمحافظات، ومعانا النهاردة أخبار من محافظات مختلفة، وخلينا نبتدي من البحيرة اللي بدأت في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية في 9 طرق بنطاق المحافظة، ودخول 39 مسجد جديد للخدمة في محافظة القليوبية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط استقبل المسؤولين عن جهاز شؤون البيئة لزراعة 100 مليون شجرة، وأخبار تانية كتير من محافظات متعددة هنتابعها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث كان أبرزها إن مديرية الطرق والنقل في محافظة البحيرة بدأت في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية في 9 طرق بنطاق المحافظة بإجمالي 24 كيلومتر، وباعتمادات مالية وصلت ل 73 مليون جنيه تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية. الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف قال إن محافظة القليوبية شهدت السنة دي دخول 39 مسجد جديد للخدمة و78 مسجد اتجدد فيه فرش بإجمالي 25 ألف متر.
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استقبل المسؤولين عن جهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وإقامة حدائق مركزية بعواصم المدن. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة شغالة على تقديم كل سبل الدعم لمصانع الطوب لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ووصل عدد مصانع الطوب في المحافظة ل 650 مصنع بيمثلوا 65% من صناعة الطوب الطفلي على مستوى الجمهورية. مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ شهدت أعمال إنشاء صفايات الأمطار ورصف عدد من الطرق وتطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي. مديرية الشباب والرياضة في الأقصر أعلنت عن بدء التقدم للاشتراك في المشروع القومي للموهبة الحركية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن خبر 100 مليون شجرة في أسيوط. يعني إحنا بنتكلم عن إطار رؤية مصر طبعا، أو في إطار رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وضمن جهود الدولة في ملف المناخ بالذات. إحنا عارفين أن مصر طبعا هتستضيف مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم. فالحقيقة مصر بقى ليها دور كبير قوي قوي في ملف المناخ، والمحافظة أسيوط بالذات بتنسق مع جميع الجهات التنفيذية عشان يقوموا زرع الأشجار على الطرق بالذات المثمرة منها، لأن طبعا ليها دور كبير جدا جدا في تنقية الهواء. وده يمكن يعني حاجة احنا حابينها من محافظة أسيوط، وحابين المحافظات التانية كلها تطبق مثل هذه المبادرة لأن مهمة جدا، وبيوضح قد ايه مصر كمان والمصريين في جميع المحافظات عندهم وعي بمسألة المناخ أو مشكلة المناخ اللي بيواجهها العالم كله دلوقتي. هي مبادرة رئاسية بالفعل يا بسنت، سيتم تعميمها طبعا في كل محافظات الجمهورية بزرع 100 مليون شجرة، هدفها تقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، الحفاظ على المناخ. شايفين تأثير التغيرات المناخية عاملة فينا إيه؟ فدي كانت مبادرة رئاسية مهمة جدا. بدأنا زي ما كنا بنتكلم في أسيوط، والمحافظات الأخرى بدأت هي كمان في زرع الشجر، وإحنا كمان ممكن نساهم في بيوتنا. يعني زي ما دايما بنقول يا بسنت، في بيوتنا كده ممكن نزرع حاجه صغيره كده في البلكونه، بالتاكيد هتفرق. يعني لو كل الناس عملت كده في البلكونه عندها اعتقد ان هي هتكون ليها تاثير. او في روف البيوت في يعني مكان. طبعا في ناس كتيره بتعمل كده على الاسطح بتاعه البيوت، بيعملوها كلها زرع فعلا، فتبقى حاجه كويسه جدا.